ده هيتم معالي السفير من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب اللي هو شغال حاليا، ولا هيبقى فيه تصور في شغل او برامج تانية مختلفة هتحصل؟ لا، ما هو ده في البرنامج الرئاسي. الأكاديمية المصرية بتأتي في إطار البرنامج الرئاسي. الأكاديمية المصرية دي لإعداد الشباب تم تدشينها وتم إطلاقها في أغسطس الماضي، وهي حاليا تعمل. وهناك يعني في دفعات من الشباب موجودين، هناك حوالي 500 شاب التقى بيهم سيد باتريك جيرارد اللي هو مدير الأكاديمية، مدير المدرسة الفرنسية. كان ليه لقاء فيهم في خلال اليومين الماضيين لما كان موجود في القاهرة، وكان له تعليقات إيجابية جدا عليهم. ويعني نتفائل إن شاء الله في القريب العاجل وسيتم الشراكة ما بين الإناء الفرنسية والأكاديمية المصرية.